أخي الحبيب، هل لديك مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك؟ هل تعاني من مشاكل في صحة الأسنان والتسوس والتهابات الفم؟ هل تعاني من ضعف في التركيز ومشاكل في الذاكرة؟ هل لديك مشاكل في البشرة أو في صحة العظام؟ وهل تعاني من مشاكل في النوم مثل الأرق وقلة النوم؟ كذلك إذا كنت تعاني من مزاج سيء أو نوع من الاكتئاب، هذا الفيديو هو هدية لك لعلاج كل هذه المشاكل بثمرة واحدة ستدمن عليها بعد مشاهدة هذا الفيديو ولن تتركها أبدا. إليك أخي الحبيب 15 سبب لتناول التمر ولا تستغني عنه أبدا. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم أخي الحبيب أنا سأتناول معك بسرعة هذه الأسباب مع ملخص بسيط لكل سبب تجعلك لا تستغني عن التمر، هذه الفاكهة أو هذه الثمرة المهمة جدا شديدة التحمل. هي صيدلية متكاملة، هي غذاء متكامل. أول شيء، أول سبب يجعلك لا تستغني عن التمر في بيتك أنه مصدر مهم للطاقة، مصدر غني بالطاقة، غني بالسكريات سهلة الهضم. طبعا الجهاز الهضمي يرتاح جدا أثناء تناول التمر وبخاصة بعد فترة التعب. السبب الثاني أنه غذاء مهم للرياضيين، لكبار السن، للمرضى، لمن يحب أن يقوم بتخفيف وزنه، غذاء مهم للحوامل أيضا. إذن التمر يجب أن تحافظ عليه بشكل دائم في بيتك. السبب الثالث أنه مصدر قوي جدا للألياف الغذائية الطبيعية، وهناك أنواع من الألياف، أجود هذه الأنواع ما نجده في التمر وأكثرها فائدة. لذلك نجد أن من يعاني من إمساك مزمن، منقوع التمر مع الحليب أو الماء مهم جدا بالنسبة له، ينظم حركة الأمعاء، يخلص الأمعاء من المشاكل ومشاكل الهضم والمشاكل الأخرى، وبالتالي هو مهم لتحسين صحة الجهاز الهضمي عند الإنسان. السبب الرابع هو مصدر قوي جدا للفيتامينات والمعادن، فيتامين A وفيتامين C وفيتامين B وفيتامينات أخرى، معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد. التمر غني، غني بهذه المواد، هي مهمة جدا لصحة الإنسان. السبب الخامس يقوي نظام المناعة بسبب احتوائه على هذه التشكيلة الواسعة من الفيتامينات والمعادن وبخاصة عنصر الزنك وفيتامين سي. بدلا من أن تتناوله كغذاء كبسولات مصنعة، اذهب إلى المصدر الطبيعي الرئيسي الذي ليس فيه أي آثار جانبية، وتناول حبات من التمر لرفع نظام المناعة وبالتالي مقاومة الأمراض. طبعا السبب السادس أنه يخفض ضغط الدم، ينظم ضغط الدم بسبب احتوائه على عنصر البوتاسيوم. كذلك أخي الحبيب، إذا انضبط لديك ضغط الدم صحة القلب تتحسن أوتوماتيكيا، إذا هو غذاء مهم للقلب. السبب السابع أيضا تنظيم مستوى السكر في الدم. لماذا أخي الحبيب؟ وجود مركبات مضادة للأكسدة، وجود عناصر مهمة لتنظيم إفراز الأنسولين، وجود ألياف غذائية أيضا يريح المنظومة الهضمية لديك، وبالتالي يتحسن أداء عمل البنكرياس، وبالتالي هو علاج أيضا للسكري، ولكن تتناول كميات محدودة منه. تحسين صحة العظام، هذا هو السبب الثامن. التمر بسبب احتوائه على الكالسيوم ومركبات أخرى طبعا كثيرة، يحسن صحة العظام وكذلك صحة الأسنان ويمنع التسوس.
ولكن بشرط ألا تبقيه فترة طويلة في الأسنان، يعني بعد أن تتناول التمر تقوم بالمضمضة والسواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الأمر عند الوضوء، وبالتالي تحافظ أولا على نظافة الأسنان، والتمر يزودك بالعناصر المهمة لصحة هذه الأسنان. السبب التاسع، بعض الناس يعاني من الاكتئاب، سوء المزاج. لماذا؟ لأنه يكثر من تناول السكر. تناول السكر يسبب الإدمان ويسبب القلق ويسبب الاكتئاب وسوء المزاج. فإذا أردت أن تحسن مزاجك تناول حبات من التمر كل يوم. التمر أيها الأحبة أيضا فيه مركبات تساعد على تحسين النوم. بعض الناس قد يتعرض للقلق أو الاكتئاب هو لا يعلم. فتش عن غذائك، تجد أنك تتناول الكثير من السكريات الصناعية، تتناول الكثير من الأطعمة الجاهزة، تتناول الوجبات الدسمة إلى آخره. استبدل هذه الأشياء بالتمر الذي هو مادة طبيعية متوافقة مع نظام أو أنظمة عمل جسم الإنسان سبحان الله. كذلك تحسين الذاكرة، يعني التمر هناك دراسات أجريت وأكدت بأن تناول التمر يحسن الذاكرة، بينما تناول السكر المصنع يؤدي إلى ضعف في الذاكرة وتشويش في الذهن. إذا مهم جدا إذا أردت أن تحصل على ذاكرة جيدة. التمر أيضا غني بمضادات الأكسدة، ضرورية لصحة خلايا الجسم، لزيادة عمر الخلية، وبالتالي الوقاية من الشيخوخة المبكرة. السبب طبعا رقم 13، تحسين أو علاج مشاكل الجهاز الهضمي. عندما تكثر من تناول التمر، يعني 7 حبات كل يوم، وبخاصة إذا أخذتها على الريق، فإن هذا الجهاز الهضمي أخي الحبيب يأخذ حاجته من كل شيء، من الفيتامين والمعادن والألياف، وتجد أن كثير من مشاكل التقرحات المعدة والقولون والأمعاء، تشنجات الأمعاء، المشاكل هذه التي الحموضة التي يعاني منها تقريبا ربع سكان العالم أو عدد كبير من سكان العالم يعاني من هذه المشاكل، نجد أن التمر يحمي النظام الهضمي أو الجهاز الهضمي من كل هذه المشاكل. وبخاصة يمكن أن تتناول هذا التمر مع الحليب أو مع الماء كمنقوع، يعني يحسن المزاج العام للإنسان. أيضا السبب 14، تحسين صحة البشرة، لأن التمر فيه مضادات الأكسدة، يحمي الجلد أيضا من مشاكل كثيرة قد تظهر نتيجة تناول السكريات، بقع وغير ذلك، وبالتالي التمر مهم لصحة البشرة. السبب 15 والأخير، فيه خصائص مضادة للسرطانات. فالسكر الحقيقة الصناعي هو الخلية السرطانية الشرهة بالنسبة لكل شيء مصنع، وجبات سريعة، سكريات صناعية إلى آخره. أما التمر سبحان الله فيه خصائص مضادة للسرطان. لذلك كل هذه الأسباب تجعلك أخي الحبيب لا تستغني عن هذه الثمرة المباركة المهمة التي حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطر عليها أثناء الصيام، وذكرت في القرآن وهي من ثمار الجنة، فيهما فاكهة ونخل ورمان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.